تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تتضمن صور لفتاة تخلع بعض من ملابسها خلال مكالمة فيديو مع شاب وانتشار صور لها عريان، الأمر الذي أثار تفاعلا. وعقبت وزارة الداخلية المصرية على ما يتم تداوله ببيان قالت فيه إمكانها تحديد صاحب الحساب المشار إليه عامل مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة وتحديد هوية الفتاة المشار إليها مقيمة بذات العنوان. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط صاحب الحساب ومواجهته، قرر بوجود علاقة بينه وبين الفتاة المشار إليها، وسابقا تقدم لخطبتها ورفض أهلها ذلك، وقيام نجل عم الفتاة سائق توك توك باستدراجه لمحل سكنه والتعدي عليه بالضرب دون إصابات وتصويره بدون ملابس لإجباره على ترك نجلة عمه وتهديده بنشر الفيديو مما أثار حفيظته، فقام بنشر الصور والفيديوهات للتشهير بالمذكورة وعائلتها انتقاما منه.